بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هنتابع الآن العمليات على كثيرات الحدود. بسط كل مما يأتي: عبارة جبرية أو كثيرة حدود مكتوبة في قوس x تربيع ناقص 5x زائد 12 ناقص العبارة 3x تربيع زائد x ناقص 1. طبعا هنا عملية طرح بين عبارتين جبريتين. إزاي بنفذ عملية الطرح؟ بهدوء جدا هننقلها هنا، تساوي، هنفك الأقواس دي، تبقى إكس تربيع تنزل زي ما هي ناقص 5 إكس زائد 2. الناقص اللي هنا تغير كل اللي وراها، تغير إشارات كل ما خلفها لأنها بتنضرب فيها، فسالب في موجب هنا بسالب 3x تربيع، سالب في موجب بسالب x، سالب في سالب بموجب 1. الآن اعمل ايه؟ جمع ال x تربيع مع ال x تربيع، الحدود المتشابهة اهي، دي 1x تربيع، دي سالب 3x تربيع، 1x تربيع، سالب 3x تربيع، يبقى سالب 2x تربيع. سالب 5x وسالب 1x، هنا اهي سالب 5x وسالب 1x، يبقى هنا سالب 6x. اخر حاجة هنا موجب 2 اهي مع الموجب 1 يعطيني موجب 3. وبقى انا هنا عملت عملية تبسيط للعبارة الجبرية الكبرى، بسطتها خليتها عبارة صغيرة اهي، عملت عملية الطرح. شوف تدريب اخر، دي مسألة جمع. ايوه مسألة جمع. كيف نشتغل مسألة الجمع؟ بنفس الأسلوب اللي أنا شرحته من شوية، بس جمع هنقول يساوي 3a تنزل كما هي زائد 4b. هنا زائد، الزائد ما بتغيرش أي حاجة من اللي خلفها، فتبقى زائد 6a مباشرة، أو تنضرب موجب في موجب بموجب، 6a موجب في سالب بسالب، سالب 6b. تمام. بعدين أجمع الحدود المتشابهة، عندي 3a وعندي 6a، 3a و6a يعطيني 9a، عندي 4b وعندي سالب 6b، 4b وسالب 6b يديني سالب 2b. والسؤال كده يكون انتهى. هنا هنا في السؤال 11 دي عملية توزيع، ضرب بالتوزيع، توزيع مع الترتيب، توزيع هوزع التلاتة اكس تربيع مضروبة فيه. تقول لي طب عرفت ازاي ده مضروب؟ مفيش هنا علامة زائد ولا ناقص، فتبقى تلاتة اكس تربيع مضروبة هنا ومضروبة هنا ومضروبة هنا. تعالوا نساوي ونضرب جزء جزء. هنا بقى تلاتة في اتنين بستة، اكس تربيع في اكس باكس اس تلاتة، اكس تربيع في اكس باكس اس 3. الواي هنا هتنضرب، تقول لي بس ايه يعني واي في ما في شيء هنا، تنزل واي كما هي، يعني الواي الاس بتاعها مش هيزيد لان عند الضرب تجمع الاسس، فاكس تربيع في الاكس اس 1 يديني اكس اس 3. هنا ما في شيء عليه واي، ما في شيء في واي، في واي اس 1 يديك واي اس 1 زي ما هي. هنضرب في الحد الثاني، وهنا موجب في سالب بسالب، 3 في 3 ب 9، اكس تربيع في اكس يديك اكس اس 3، اكس تربيع وهنا اكس اس 1 يديك اكس اس 3. هنا ما في شيء اسمه واي تربيع، ما في شيء هنا اسمه واي، في واي تربيع يديني واي تربيع زي ما هي، الاس بتاع الواي لا يزيد ولا ينقص. هضرب في الحد الاخير، 3 في موجب 4 بموجب 12، اكس تربيع في الاكس تربيع يعطيك اكس اس 4، اكس تربيع في الاكس تربيع يعطيك اكس اس 4. مفيش هنا اي شيء في واي، مضروبه في واي اس 3 يديك واي اس 3 كما هي. يبقى انا هنا عملت عمليه الضرب باستخدام فكره التوزيع، وزعت الضرب، الضرب اهو 3 اكس تربيع، وزعتها ضرب في الحدود اللي في الداخل حد حد. شوف السؤال اللي يليه، بسط كل مما ياتي، دي عملية ضرب مقدار في مقدار في مقدار، أو ساعات نقول كثيرة في كثيرة. هضرب n ناقص 9 في n زائد 7،
طبعا دي كأنها مش موجودة خالص اهي رقم المسألة، لأني ببدأ من اليسار. ان ناقص 9 في ان زائد 7، فبضرب ازاي؟ بضرب الان هنا الحد الأول في الحدين في القوس ان زائد 7، ان في ان والان في 7، وبعدين تضرب السالب 9 في الان والسالب 9 في 7. الان في الان بالان تربيع، بعدين الان في الزائد 7 يبقى زائد 7 ان، الان في الان بالان تربيع، الان في 7 زائد 7 ان. بعدين نضرب السالب 9 الان، سالب 9 في الان بسالب 9 ان، وسالب 9 في 7 بسالب 63. يبقى هنا ضربت انا الحدود حد حد، ضربت التسعة في ان زائد 7 الان في الان زائد 7، ورجعت ضربت السالب 9 في الان زائد 7، اداني 4 حدود. هجمع الان الحدود المتشابهه. فين الحدود المتشابهه؟ ان تربيع، في اي حد هنا يحتوي على ان تربيع؟ لا، يبقى كما هو. طيب الحد ده راح خلاص، عندي 7 ان وفي اهي سالب 9 ان، دول حدين متشابهين، نجمعهم مع بعض. 7 ان موجب 7 ان وسالب 9 ان يديك سالب 2 ان. اخر حد اللي هو سالب 63 ينزل كما هو، لان مفيش حد ثابت تاني، يبقى هو سالب 63. نشوف المثال الاخير. يمارس عثمان رياضتي الركض السريع ورفع الاثقال مع بعض كده مدة 75 دقيقة يوميا، وعند ركضه يبقى في ركض وفي رفع الاثقال، يبقى هنكتب كده الركض رفع الاثقال. كم دقيقة هما الاتنين مع بعض؟ 75 دقيقة، هيتوزعوا هنا وهنا، ما قاليش هنا كم وهنا كم، بس نقرأ المسألة تاني. وعند ركضه يحرق 10 سعرات حرارية في الدقيقة، يبقى هنا 10 سعر حراري في الدقيقة، أو على الدقيقة 10 سعر حراري على الدقيقة، كأنها سرعة. أما عند رفع الأثقال فيحرق 7.5 سعر حراري، 7.5 سعر حراري على الدقيقة أو في الدقيقة، يعني هي الاتنين واحد. فإذا مارس رفع الأثقال إكس دقيقة، رفع الأثقال خدت إكس دقيقة. أيوة ماشي. في أحد الأيام، فاكتب كثيرة حدود تمثل عدد السعرات الحرارية التي حرقها في ممارسته للرياضتين في ذلك اليوم. هو لو لعب هنا مارس رياضة رفع الأثقال إكس دقيقة، يبقى كم لرياضة الركض؟ فكر بقى، هما الاتنين 75، دي خدت إكس، دي تاخد كام؟ الركض ياخد كام؟ نفكر شوية، الركض ياخد كام؟ تقول لي طب إكس بكام؟ أقول لك مالكش دخل إكس بكام، هو هنا 75 دقيقة للاتنين. دي خدت من 75 رفع الأثقال، خدت من 75 دقيقة، خدت إكس. يبقى الركض يبقى له إيه؟ 75 مشيول منها إكس، يعني 57، 75 ناقص إكس. شوف دي خدت إكس، يبقى دي 75 ناقص إكس، لأن إكس راحت هنا، هو كل 75. دي خدت إكس، يبقى دي تاخد 75 ناقص إكس. طب خلصنا كده، بقول لك فاكتب كثيرة حدود تمثل عدد السعرات الحرارية، أقول له عدد السعرات الحرارية التي حرقها في ممارسة الرياضتين في ذلك اليوم بيساوي هنا إكس في 7.5، يبقى 7.5 ضرب، شوف الفرق ما بين نقطة العلامة العشرية ونقطة الضرب، ضرب إكس، زائد هنا 75 ناقص إكس أهي في قوس أهي، ضرب 10، أو 10 ضرب 75 ناقص إكس مش هتفرق. في طالب بيقول لي طب افرض كتبتها كده، 10 ضرب 75 ناقص إكس ما فيهاش أي حاجة يا شباب، 10 أهي ضرب
75 ناقص اكس ولا اي شيء، هما الاثنين صح. الصوره الاولانيه صحيحه والصوره دي صحيحه، ليه؟ لان عمليه الضرب هنا عمليه ابداليه، يعني لو بدلت ال10 مكان القوس او القوس مكان ال10 مفيش مشكله. نبدا نبسط كثيره الحدود دي، 7.5 اكس تمام زائد، هنا هعمل عمليه التوزيع، 10 في 75 يديني 750. هنا خلي بالك هنضرب ال10 في السالب اكس، هنا موجب 10 في سالب اكس يديك سالب 10 اكس. طيب هنا في حدود متشابهه، في حدود متشابهه، في عندي 7.5 اكس وسالب 10 اكس، 7.5 اكس وسالب 10 اكس يعطيك سالب 2.5 اكس. طب ال 750 حد ثابت، يبقى زائد 750 تنزل كما هي. يبقى انا هنا جبت كثره الحدود اللي اقدر من خلالها احسب عدد السعرات الحراريه التي حركها في ذلك اليوم، سالب 2.5 اكس زائد 750. طب سالب 2.5 ديت منين؟ اهي شايف السالب 10 دي مع ال 7.5 اكس اللي هنا هي اللي ادتني سالب 2.5 اكس دي. شوف سالب 10 اكس مع ال 7.5 اكس لما اجمعهم مع بعض يديني سالب 2.5 اكس. اما ال 750 فدي نزلت كما هي، حد ثابت اهي 750 هنا اهي نزلت كما هي اهي مفيش فرق. وبكده نكون انتهينا من تدريبات العمليات على كثيرات الحدود. إلى اللقاء في دروس قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.